ahead, you should use it. Opportunity, don't you lose it. Climb over the walls, break down all the doors when your future calls. Don't let nothing hold you down, nothing hold you down, down. هلا رح نحكي لنا عن تجربتك خلال جري 21 كيلو. كلكم بفضل الجمهور الحمد لله. ولولا الجمهور ما كناش عملنا هذا. بحب اشكر الجمهور برضه والله. عملتها في قد ايه؟ ساعتين. بس انا اخر 2 مايلز قتلوني. اخر 2 مايلز انا كنت جري اخر 2 مايلز كرامب هنا كرامب هنا كرامب هنا كرامب هنا واخر 100 متر والله بجري كده في الجنب. اللي حسيت بيه في اول 2 كيلو وبعد كده في اول 10 كيلو وبعد كده لما لفيت اللفه تاني لما عرفت كنت عارف ان انت هتلف نفس اللفه؟ لا مش عارف. ها لا ما انا اول 10 كيلو كنت جريت بسرعه قوي في الاول حتى كنت في 2 صحابي سبقتهم وبتاع وكنت قشطه يلا بعد انا هضرب البتاع ده سبرنت واخلص واكل لي حاجه واروح اذاكر وبعدين اول 10 كيلو كنت تعب قوي نفس وبعدين بقيس عادي لغايه اخر 2 مايلز بعد اخر 2 مايلز رجلي كل عضله عماله تشد واجري شويه بالجنب عشان خاطر عينيا. لا لا تجربه حلوه برو لذيذ قال يا ساره تحبوا تقولوا ايه للتشامب بتاعنا؟ تقولوا للتشامبيون فتح الله تحبي تقولي ايه للتشامبيون فتح الله؟ He made it عاملها السنه الجايه. ايه تاني تاني؟ عامل لي موتيفيشن اني اعملها السنه الجايه. هتجري السنه الجايه حلو كل حاجه متسجله ان شاء الله بنأكد بس.